وبعده سيد عادل بن عطية وسيدة دليلة الببا وسيد وسام ياسين وسيدة لبنى الجريبي وسيد الحسني بدري. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا سيد الرئيس، ورحب بالحضور الكريم. أقول أن الكل يجمع في تشخيص الوضع العام في البلاد أنه وضع مشحون بالضغوطات في ظل مناخ اقتصادي عالمي متعثر وحرج، إضافة إلى تركة ثقيلة ورثناها عن العهد البائد. وهنا سوف لن أدخل في إحصائيات أو أرقام، وسوف لن أتكلم عن الجهات إلا بما يخدم الغرض، وأطرح تساؤلات: هل جهة واحدة قادرة ومطالبة لوحدها بحل كل هذا الوضع؟ ثانيا، هل مسموح لنا بالجلوس على الربوة ومراقبة ما يجري وتصيد الأخطاء والنقائص ولعب دور جار السوء؟ ثم ثالثا، هل يمكن الاستجابة لكل المطالب وتلبيتها في فترة وجيزة؟ والأمر لا يحتاج إلى جواب. ما المطلوب إذن؟ حسب رأيي وبكل وضوح، المطلوب هو القيام بإصلاحات جدية وسريعة في كل المجالات، تكافل جهود كل الأطراف الاجتماعية، التضحية من طرف الجميع، العمل على إرساء مؤسسات ديمقراطية تعتمد الشفافية والعدالة فيها حظ للجميع بالتساوي، اقتراح مشاريع قوانين على المجلس الوطني التأسيسي كلما كانت هناك إشكالات قانونية تعطل التنمية أو الاستثمار. ولا بد أن نعطي الوقت للوقت. Il faut donner le temps au temps. بالنسبة للتنمية الجهوية في هذا البرنامج، فإن الاعتمادات المخصصة لها تعد استثنائية بالمقارنة للسنوات السابقة، ووقع تشريك كل الأطراف في إعداد المشاريع، ونجد أن هناك توجه واضح للجهات الداخلية والمهمشة والمحرومة. وأشير هنا إلى معطى مهم، وسأقتصر على ولاية قفصة، سيدي بوزيد والقصرين، باعتبار أنها هي تتصدر الأحداث في أغلب الأوقات. فهذه الولايات قد تعرضت إلى ما تعرضت إليه من تهميش وإقصاء في العهود السابقة تحت عناوين ولافتات متعددة، فإننا نجدها اليوم ما فجأت ترسل رسائل غير مبشرة: حرق، قطع طرق، نهب، اعتداء على الأشخاص والممتلكات، تزيد الطين بلة وتبعد المستثمرين. يعني في السابق وقع أو مورس علينا إقصاء، وفي الوقت الحاضر فنحن نقصي أنفسنا بأنفسنا. فلا بد من الانتباه قبل فوات الأوان، ولا نكون كالتي نقضت غزلها ونجد أنفسنا على هامش التنمية من جديد. ولكن هذه المرة سيقول كل منا: بيدي ترسم لوحات شقائي. فالتنمية تحتاج إلى ما تحتاج إلى حرية مسؤولة وأمن، ولا بد هنا أن يساهم الجميع لكي ترى هذه المشاريع النور، لينتعش الاقتصاد والتشغيل. وعرج على غلاء الأسعار، ومع الإقرار بصعوبة التعامل مع هذه الظاهرة، فإن الحكومة مدعوة إلى مراقبة مسالك التوزيع، إحداث أسواق من المنتج إلى المستهلك يكون الربح فيها الوفير إلى الفلاح لتشجيعه وتغطية مصاريفه. ونذكر هنا مثل اليونان، من فترة قامت بإحداث أسواق من المنتج إلى المستهلك، يعني المستهلك صار يشتري البضاعة 3 مرات أقل من السعر، والفلاح يربح أكثر مما كان يربح. أمر إلى الإعلام الذي صار يتباكى عليه البعض بسبب ودون سبب، ليقول أنه من حيث لا يعلم يساهم في حرمان بعض الجهات من بعض الاستثمارات والخدمات. وعلى سبيل الذكر أذكر هنا قفص، المستشفى الجهوي يشكو من نقص في اختصاص طب والنساء والتوليد، والطبيب الوحيد بعد جهود الإدارة الجهوية والوزارة الذي قبل العمل سرعان ما تراجع عن طلبه. لماذا؟ لأن ما يصل عبر الإعلام يصور قفصة وكأنها ساحة حرب، فتراجع، والأمر يهدد بكارثة. باي، شكرا.